القائمة المشتركة، يعني نلتقي بك اليوم عبر موقع بانيت، الموقع الأول في البلاد، وقناة هلا، قناة الوسط العربي، في زيارة النبي شعيب عليه السلام. حدثنا عن مشاركتك في هذه الزيارة. أولا جئنا إلى هذا المكان الطيب، الطيب بأهله، الطيب بتاريخه، الطيب بكل ما يرمز له، من أجل أن نقول لأهلنا من العرب الدروس، نقول لهم زيارة مقبولة وكل عام والجميع بألف خير. هذا هو الأمر الأساس. في هذه السنة حدثت بعض الأمور التي استدعت منا التطرق إليها، وعلى رأس ذلك قانون كامينتس. ونحن قلنا بالخط العريض بأننا يجب أن نكون موحدين، لأن هذا الأمر يضر بالجميع. نحن بحاجة إلى وحدة بين جميع الناس في مواجهة هذا القانون. تحدثنا بهذا الأمر بشكل عمومي لأننا نحترم قدسية الزيارة، نحترم المقام، نحترم بأننا يجب لا ندخل بالتفاصيل هذه القضايا، ولكن هذه الخطوط العريضة كانت مهمة للناس، ورأينا من المناسب أن نذكرها في هذا المقام. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن. عيش الله خليك. قدس الأب، يعني مشاركة جميع أبناء الطوائف في هذه الزيارة تدل على الألفة واللحمة بين أبناء الشعب الواحد. طبعا حبيبي، أنا اعتدت زيارة هذا المكان المقدس من أيام والدي الخور يوسف، ومحبة بني معروف في داخلي، وأنا كنت سعيد جدا في هذا اليوم المبارك أن أرى الإخوة من جميع الأطياف هنا في هذا المقام المقدس. هذا كان سر سعادتي، ومن هنا أنا أتوجه بكل التهاني لكل أهلنا، لأنفسنا، لجميع شعبنا بزيارة مباركة. وبتمنى إن شاء الله أنه يكون أكثر تنسيق وترتيب، لأنه هذا المكان مقدس، ونحن نود أن نحافظ على مكان المقدس وعلى كونه من المراكز الرائدة لكل شعبنا العربي في هذه البلاد. لذلك أهنئ الجميع، كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بألف خير. الدكتور الشيخ عمر كيال، المفتش العام في قسم الطوائف، أتيت اليوم لمعايدة أبناء الطائفة المعروفية هنا في مقام النبي شعيب عليه السلام في حطين. حدثنا عن هذه المشاركة. بداية كل عام وأنتم بخير، زيارة مقبولة إن شاء الله. إن أتينا إلى هذا المكان المقدس فإنما هو واجب علينا، ونحن كأبناء عروبة بالبداية، ونبي الله شعيب من الأنبياء الأربعة العرب من بين كل الأنبياء. سيدنا شعيب هو نبي عربي عربي أصيل، ونحن واجب علينا أن نأتي إلى هذا المكان المقدس حتى نعيد إخواننا في الطائفة الدرزية. وهذا إن دل فإنما يدل على اللحمة الموجودة فيما بين الطوائف كلها، فنحن بحمد الله نعيش سوية بعزة وبكرامة، آملين من المولى سبحانه وتعالى أن يعم الخير والسلام على الجميع. دكتور عمر، يعني سؤال لك عبر قناة هلا وموقع بانيت، كيف تربط مثل هذه الزيارة ما بين الماضي والحاضر في توصيل أواصر الألفة بين أبناء الشعب الواحد؟ سؤال كتير جميل أخ عماد. فسيدنا شعيب عليه السلام هو نبي عربي، وتحدث عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كنا نتحدث عن الماضي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عنه خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام، فكان رجلا نبيا رسولا متكلما خطيبا لا يضاهيه أي إنسان في هذه الأرض. وحينما أربط الحاضر
جدي عليه رحمة الله الحاج إبراهيم إحمد كيال، وهو مختار البلد عندنا. لما خرجوا من قرية البروي لجأوا إلى البلاد المجاورة، وهناك بلدة جولس، قرية جولس وقرية يركا، آووا هؤلاء اللاجئين فأسكنوهم في بيوتهم وأطعموهم وألجأوهم وسكنوهم في بيوتهم إخوان، وعاشوا معهم أسابيع وشهور عديدة، وهذا ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا. فإن دل ذلك فإنما يدل على هذه اللحمة الأصيلة فيما بين أبناء الشعب الواحد. شكرا جزيلا دكتور عمر. الإعلامي والشاعر كمال إبراهيم المغار، يعني شرفت اليوم هنا في الزيارة السنوية لزيارة النبي شعيب عليه السلام، حدثنا عن الأجواء خلال الزيارة. طبعا الوقفة التي رأيناها هنا في مقام سيدنا شعيب عليه السلام هي وقفة سلام ومحبة وتآخي، إذ رأينا جميع أبناء الطوائف والديانات، المسيحيون والمسلمون والدروز واليهود، يقفون سوية جميعهم يدعون إلى المحبة والتآخي والسلام. فهذه الزيارة أصبحت زيارة دعوة للسلام على مسلك وطريق نبينا شعيب عليه السلام، محب السلام والتآخي لجميع أبناء البشر. شكرا جزيلا أستاذ. الأستاذ علي صلاحة مدير المدرسة الثانوية الشاملة في بيت جان، يعني قامت اليوم الطائفة المعروفية بتقييمكم على الإنجازات التي حققتموها خلال السنوات، وخاصة في السنة الأخيرة من خلال تحصيل علامات أعلى معدل علامات في امتحانات البقروت. ما هو شعورك وكيف تلخص لنا ما حصل؟ ما حدث اليوم هو تغيير جذري في تفكير أبناء الطائفة الدرزية وخاصة القيادة، بحيث أني أرى النور في آخر النفق، بحيث بدأت أبناء جلدتي الاهتمام بموضوع التعليم، الاهتمام بموضوع المدارس وتكريم رجال العلم والجهاز التعليمي، بدلا من تكريم الآخرون الذين لا يعطون أي شيء للطائفة الدرزية. وأتوجه لأهلي من دروز وغير دروز في هذه البلاد، إن أرادوا أن يكونوا في القمة عليهم الاهتمام بأولادهم، بمدارسهم، بالارتقاء في المدارس لكي تعطي ما يجب أن يعطى، وخاصة في القرن 21، بحيث هذا القرن فيه تغييرات كبيرة جدا، وإن لم نكن هناك فسوف نفقد هويتنا وشخصيتنا، ولا مجال لنا في أي تقدم إن كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو غير ذلك. علينا بالعلم، الاهتمام بمدارسنا، إعطاء كل الموارد لهذا المجال وليس لمجالات أخرى. نحن لسنا بحاجة إلى قصور، ولسنا بحاجة إلى أعراس كبيرة، وليس بحاجة لكل ما نعمل به والرحل هنا وهناك. علينا أن نعطي أولادنا كل ما يجب لكي نرتقي ونسمو بأهلنا وبمجتمعنا، ولنكون في القمة ولا نرضى غير القمة. شكرا جزيلا أستاذ. ومن هنا من مقام النبي شعيب عليه السلام في حطين، كان معكم عماد غضبان عبر قناة هلا، قناة الوسط العربي وموقع بنت. كل عام وأنتم بألف خير، تحياتي لكم جميعاً.